المعهد القومي للسكر يكشف عن طرق تلاشي البتر السكري. مرض السكر مش خطر، ولكن خطورته بتكون في مضاعفاته، و75% من حالات البتر السكري بيتم تلاشيها بضبط نسبة السكر في الجسم، وكمان الرعاية بالقدمين من التقرحات. وعشان كمان تعرف أكتر عن الخبر معانا هاتفين دكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أجمل ما حضرتك قلتي هو دعوة للتفاؤل بصحة مصر وشعب مصر دايما بالخير والسعادة. يا رب إن شاء الله. خلينا يا دكتور نسأل حضرتك في البداية، إزاي مريض السكر ممكن يتلاشى عمليات البتر اللي بيكون أساسها الرئيسي مرض السكر؟ هل ممكن ده نعمله بطريقة سهلة ولا ده صعب؟ ولو حصل إن مرض السكر تفشى لازم بيبقى في الحالة دي البتر وما ينفعش ساعتها إن إحنا نتلاشى العملية؟ طيب سؤالك جميل جدا، واسمحي لي اقول ان اذا كان ده ممكن يحدث احنا نتلافى البتر فهو في الزمن ده، في زمن معالي فخامه الرئيس عبد الفتاح وتوجيهاته لمعالي وزاره الصحه والسكان الدكتوره هاله زايد وتنفيذ الاكتشافات التعليميه للدكتور محمد فوزي لجميع الوحدات وبالاخص معهد السكر المنوط به علاج السكر دايما. في الزمن ده المنظومه كلها مهتميه بصحه الانسان المصري. تمام. مهتمية بمنع البتر تماما، لأن الإنسان اللي بيتحقق له بتر أو بيحصل له قدر الله بتر ده بيفقد عائلته وأسرته وبيبقى مش عضو بناء في المجتمع المصري. ومن ثم مهتمين جدا بدورات وبضبط السكر وبعلاجات السكر، والأهم حتى لو كان السكر ضيف تقيل يهمنا جدا إنه ما يأثرش على القدم السكري وما تكونش القدم السكري قابلة أبدا لإحداث لا قدر الله بتر. فقدرنا نوفر الدولة وفرت علاج من خلال قوائم الإصدار والقرارات لكل مرضى القدم السكري اللي بيكون مضاعفات السكر. طبعا احنا متفقين البداية بتكون في الوقاية ان سكرنا يكون مظبوط على طول، لكن هل مريض السكر حصل له قدم سكري ده نهاية المطاف زي ما بيقولوا خد اتجاه ناحية بس؟ لا، مع توافر قوائم الإصدار، مع توافر علاجات عامة الدولة، مع توافر في معهد السكر بحط الرئاسات اللي وفرت احدث اجهزه الدوبلكس الملون لتشخيص الانسداد الشرياني ومدى ضيق الشريان، وهذا الضيق على طول قد ايه من مساحه الشريان، قدرنا نتوصل ان احنا ممكن من خلال اجراء قسطره تداخليه بدون فتح تماما ندخل بالقسطره وعليها بالونه والبالونه توصل للمكان المسدود ونوسع هذا الشريان تماما، ونقدر عشان نمنع ضيقه تاني نحط دعامه دوائيه او دعامه عاديه تسمح بمنع هذا تماما. على فكره التقنيات اللي موجوده في الاجهزه دي التقنيات اللي موجوده في الاساطر وفي السلاك المرشده وفي البالونات وفي الدعامات هي الاحدث على مستوى العالم، دولتنا بتوفرها الان بالتمام المجان لجميع المرضى. تمام. دكتور ايهاب عايزه اسال حضرتك، هل بيفرق التشخيص بدري او متاخر في حاله المريض؟ يقينا كل ما كان بدري كل ما كانت نسبه السبب اقل حدوثا واقل قفل تماما للشريان، تلحق الشريان اقل فتسمح بتدخل اكثر واسرع واكثر فعاليه للمريض. دكتور ايهاب نبيل عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا وتوضيح الخبر، شكرا جزيلا.